يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. نفرح دايما بالشعب السوداني، نفرح دايما باهل السودان، نفرح دايما بالانديه السودانيه ان هم يبقوا موجودين على ارض مصر، بيعسكروا على ارض مصر عشان يستعدوا لبطولات مهمه ومباريات كبيره قادمه. نفرح بيهم ونتشرف بيهم دايما دايما اشقاء ودايما سعداء بتواجدهم. عشان كده يشرفني وينورني في هذه الفقره الاستاذ عادل ابو جريشه، نائب رئيس نادي المريخ السوداني. يا فندم مشرف ومنور. مرحب بك ومرحب التلفزيون المصري القناة الأولى. شرف كبير لينا يا فندم، واحنا سعيدين جدا ان نكون معاكم، ودي بلدنا ما بنقول الثانية لكن هي بلدنا الأولى يعني. أهلا بيك يا فندم، شرف بك. وأيضا يشرفني وينورني في هذه الفقرة المدير الفني الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني لفريق المريخ السوداني. أهلا بيك يا فندم، مشرف ومنور. مرحبا، شكرا، سعيد أن أكون في هذا البرنامج وعلى كرم ضيافتكم هنا في مصر الذي أسهرتموه. طيب من قبل الضيوف. طيب أبدأ بحضرتك أستاذ عادل وأسألك على فكرة تواجدكم في مصر، فكرة المعسكر اللي في مصر جت إزاي؟ مبسوطين؟ حاسس إن الخدمات والفاسيلتيز والأمور اللي تهيئ لكم الأجواء المناسبة موجودة في الفترة السابقة والفترة القادمة إن شاء الله؟ إحنا طبعاً هتتفاجأ، إحنا النهاردة لنا 65 يوم. 65 يوم؟ نعم. في مصر؟ من يوم 10/12 حتى هذه اللحظة. احنا معسكرين في موبنبيك 6 اكتوبر، فندق فيه كل الفاسيليتي للانديه، الملعب جنبك، الجيم، حوض السباحه، كل شيء موجود. فانا بفتكر انه دي اطول فتره بتاعت معسكر لنادي السوداني. ليه جت الفكره؟ يعني ليه بتعسكروا في مصر في الفتره السابقه دي؟ احنا طبعا تأهلنا من مصر. كنا لعبنا الكرة الأولى في قبل دور المجموعات مع زناكو الزامبي. وانتصرنا في استاد السلام 3-0. ولعبنا كرة اليد في زامبيا. وعدنا قبلها كنا معسكرين 11 يوم. فأخذنا فترة بتاعت 40 يوم تقريبا راحة. لأن كان فترة راحة وتسجيلات. وبدينا اعدادنا من يوم 10 ديسمبر. 10 ديسمبر. نعم. طيب وواصلنا حتى هذا اليوم. عظمه جدا. طيب نعم. لي اسالك، كنت مدير فني لفريق المريخ السوداني في فترات سابقه، اديت بشكل كويس، ابتعدت عن الفريق فتره، رجعت مره اخرى، والان الفريق في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، تستعدون بشكل جيد في الفتره الماضيه. قول لي رأيك في تشكيلة المريخ في الوقت الحالي، تجهيزاتكم لهذه البطولة أو الدور ده، دور المجموعات، الدور الصعب في دوري أبطال أفريقيا. أولا شيء رائع أن أعود مرة أخرى لفريق المريخ. كنت في المرة الأولى لدي روابط قوية جدا مع اللاعبين ومع النادي ككل، وكانت نحتاج لهذه الإعدادات لهذه المجموعات. هذا أمر جيد بالنسبة لنا جميعا. أنا سعيد وأتطلع للعمل مرة أخرى مع اللاعبين، ولدينا مباراة ونتمنى الفوز، ولدينا مباراة مع نادي الأهلي وأيضا نادي سان داونز وهو فريق قوي جدا، ولدينا منافس أيضا من السودان وهو فريق الهلال. هذه مجموعة قوية جدا ونحن متحمسين جدا، واللاعبين لديهم هذا الإحساس ونحن إيجابيين تماما. طيب أنا سألت أستاذ عادل عن المعسكر الحالي لفريق المريخ، أسألك برضو انطباعاتك عن المعسكر الحالي لفريق المريخ في مصر. رائع. علمت بهذا الأمر قبل أن أصل، وكما قال كابتن عادل لدينا كل شيء نحتاجه، لدينا كل التسهيلات المتاحة فيما يتعلق بالملعب والجيم وحمامات السباحة والساونا والجاكوزي والاستشفاء وكل ما نحتاجه للفريق وللمعسكر لكي نلعب ونتدرب بجدية ونؤهل نفسنا للمباراة
المباراة. ومن المهم حين تلعب في هذه المجموعات أن يكون هناك تعاضد وتفاهم بين الإدارة والفريق الفني حتى نستطيع أن نركز على مهمتنا الأساسية وهي أن نحاول أن نصل إلى نتائج إيجابية. عظيم. طيب أستاذ عادل، أنت حاليا في مجموعة في منتهى الصعوبة، معاك الأهلي الاسم الكبير في القارة الأفريقية، معاك سان داونز متمرس في البطولات في الفترات الأخيرة، ومعاك الغريم التقليدي ليك في السودان فريق الهلال. استعديته إزاي كتشكيلة فريق، كدعم للفريق، إنك تقدر تنافس في هذه المجموعة؟ طيب كما ذكرت لك في السؤال الأول إن احنا لنا فترة طويلة في إعداد، والآن برضو الكوتش يعني شرح لك انه الفاسيلتي الموجوده في المعسكر. احنا عارفين انه المجموعه دي من اقوى المجموعات تقريبا، صحيح، لانه فيها بطل النسخه السابقه ونادي القرن النادي الاهلي، وفيها برضو نادي سان داونز برضو احد الابطال للنسخه السابقه، وفيها الغريم التقليدي زي ما قلت، فدي منافسة لوحدها كمان. صحيح. احنا في مجموعة واحدة في منافستين. صحيح. وإن شاء الله إن شاء الله حنكون ضمن الناس، ضمن الفريقين الصاعدين للأدوار القادمة. عظيم جدا. عظيم جدا. طيب مستر كلارك، عندك مواجهة في منتهى القوة، المواجهة القادمة أمام فريق سان داونز. سان داونز من الفرق المتمرسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ سنوات، ويصل لأدوار نهائية دائما. كيف تستعد أو كيف استعديت لهذه المواجهة؟ أولا فيما يتعلق بنفسي وفريقي الفني، خضنا العديد من المباريات ومع فريق، وشاهدنا الكثير من المباريات لفريق سان داونز لنرى نقاط القوة ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها، ويتدرب فريقي بشكل جدي جدا على الملعب. وأيضا لدينا العديد من المباريات التي نناقشها، واللاعبون جاهزين جدا للمباراة، ونحن نفهم خطة اللعب التي نستطيع أن نركز عليها في هذه المباراة، ولدينا 3 أيام حتى ننهي إعدادنا للمباراة وأن نكون مستعدين للمباراة. نحن جميعا مستعدين ومتحمسين، وهناك ستكون هناك مباريات رائعة. أنا أتطلع لهذه المباريات وأنا سعيد بهذه المباريات، وفي كل ما يمر الوقت كلما يزيد الحماس لدى اللاعبين. طيب أستاذ عادل، على ليه اخترتوا استاد الأهلي والسلام أن يكون يستضيف مباريات المريخ في هذه البطولة؟ احنا الاستاد بتاعنا احتاج لوقت طويل أنه يكون جاهز لمثل هذه المباريات. تعرف انه الكاف يعني بضع شروط عاليه جدا حتى انه يسمحوا لك انك تلعب في استادك. شايفها شروط منطقيه ولا شروط مش منطقيه؟ والله فيها بعض التعجيزيه، ولكن احنا استادنا يحتاج لوقت، عشان كذا اقرب حاجه لنا هي مصر، واستاد السلام لعبنا فيه كما ذكرت سابقا المباراه السابقه. احنا برضو عندنا تعاون بخصوص استاد السلام مع النادي الاهلي. عظيم. والحمد لله يعني استاد السلام عنده، احنا عندنا بقول لك مثل اللي تغلب به العب به. صحيح. مش كده؟ صحيح. احنا غلبنا 3-0 في استاد السلام، وان شاء الله نكررها في بقيه المباريات. لقيت تعاون مثمر وجيد من النادي الاهلي في الفترات الماضيه؟ كتير كتير. نعم. حضرتك تتواصلوا مع اداره النادي الاهلي مباشره؟ نعم. في صداقه شخصيه بين رئيس النادي وكابتن الخطيب. عظيم جدا. طيب مجموعه في منتهى الصعوبه، انت معاك، كنت لسه بسال الاستاذ عادل نفس السؤال، معاك سان داونز، معاك النادي الاهلي بطل القاره حامل اللقب لموسمين متتاليين، ومعاك فريق الهلال السوداني، مجموعه صعبه بكل المقاييس. هل انت شايف ان انت معاك تشكيله من اللاعبين تقدر تنافس هذه الفرق القويه خلال هذه المجموعه؟
نعم أنا واثق جدا أن لدي مجموعة قوية من اللاعبين يستطيعون المنافسة مع هذه الفرق. نعم هذه ستكون أقوى مجموعة أعلم ذلك، ولكن أعلم أنك لديك لاعبين كبار ولديك مدرب، ونحاول أن نحصل على نتائج مع النادي الأهلي ونادي صن داونز. نحن لدينا منافسين أقوياء بالفعل، وهذا يجعل تلك المجموعة مجموعة خاصة جدا، وأتطلع للعب وأن يستجيب اللاعبين بشكل جيد. وفي أول مرة كنت أدرب المريخ كان لدي نتائج رائعة مع النادي الأهلي في دوري المجموعات، ونحن نعلم أن المباريات صعبة، ولكن إذا ما كنا معدين بشكل جيد ونركز على ما نحتاجه سوف نحصل على النتائج، ونحن مدركين لأنها ستكون مباريات صعبة. طيب فندم، عايز أسألك، حاسس انه انت ما عندكش فكرة تكافؤ الفرص في هذه المجموعة؟ حاسس ان انت عندك نقطة ضعف انه انا الوحيد اللي مش هلعب على ملعبي خلال هذه المجموعة، ولا حاسس انه لا دي مش هتأثر على المريخ خلال المجموعة؟ طيب اولا المريخ لا يقل عن اي فريق في هذه المجموعة. طبعا المريخ فريق كبير عنده اسمه وسمعته في صحيح افريقيا. الشيء الثاني انه دلوقتي ما في حاجه اسمها ارض وخارج ارض، خاصه بعد الوباء المنتشر اللي هو كوفيد 19، ودي فرصه انه يعني سؤال كويس. احنا يعني خاطبنا الجهات المسؤوله في الدوله لمنحنا عدد يعني 10,000 من الجمهور. عظيم. لانه في جمهور كبير جدا جاي حيجي يحضر المباراتين ينوروا، وبرضه يعني في جاليه كبيره سودانيه موجوده في جمهوريه مصر العربيه، وكلهم بيسالوا عن المباراه وعن تذاكر المباراه، ولكن للاسف يعني حتى الان ما جانا رد. يعني هيجي الرد، هيجي ان شاء الله. ده تنورونا وتشرفونا طبعا، وتملوا الاستاد كمان وتشجعوا باذن الله وتبقى الامور كويسه. طيب النادي الاهلي، النادي الاهلي تحديدا اكيد حضرتك تابعته في كاس العالم للانديه، مظبوط؟ نعم كنت اشاهد كل المباريات، وكان هناك نوع من سوء الحظ في المباراه مع بالميراس، كانت المباراه صعبه جدا، وكانت هناك نتائج رائعه مع نادي الهلال السعودي، كان يتم اللعب بشكل جيد، ولكن هذه لم تكن مفاجاه. هناك لاعبون رائعين في النادي الاهلي في المجموعات الدوليه، لذا فاننا نعرف ان الاهلي فريق صعب، ونحن نفهم تلك المباريات الصعبة ونحن مستعدون. أنا سؤالي لحضرتك نفس السؤال، رأي حضرتك إيه في مستوى النادي الأهلي خلال كأس العالم للأندية؟ النتيجة الأول المركز اللي وصل له النادي الأهلي يحكي عن مستوى النادي الأهلي في هذه المنافسة، يعني حافظ على المركز الثالث تقريبا العام السابق نفس صحيح. المركز كنا نتمنى انه يلعب النهائي، ولكن زي ما قال الكوتش انه كان في عدم توفيق في مباراه اللي هي بالميراس نعم، اللي بتوصلوا للنهائي صحيح. نعم نتمنى للتوفيق ان شاء الله بالمنافسه. طيب. القادمه ان شاء الله. مس كلارك، أسألك عن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، رأيك في إيه؟ رأيك في تجربته سواء كان مع النادي الأهلي أو قبلها حتى مع صن داونز، تقييمك لبيتسو موسيماني بشكل عام يعني؟ هو مدرب رائع، فاز بالعديد من الكؤوس، وفاز بواحدا من أكبر وأشهر الكؤوس في أفريقيا والبطولات. هو يلعب لكي يفوز كل مباراة، وحتى إذا ما كانت هناك تعادلات
إنه يستثمر الوقت ويحقق كأسا بعد كأسا في كل المنافسات التي يدخلها. هو شخص ناجح جدا وهو شخص أعتز به وأحترمه, وأتمنى ألا يحبط من رؤيتي في مناسبات مختلفة. يعني ما مش يعني ممكن تقلق أنت منه, راجل واخد بطولات كتيرة. بهزر معاه. هو بالطبع أنا لدي احترام كبير له ولفريقه, ولكن تعلم كمدرب أنا واثق جدا في عملي وواثق جدا في اللاعبون بفريقي والفريق الفني. إذا مركزنا بشكل جيد يمكن أن نحقق النتائج. بالنسبة لي هذه المجموعة مجموعة رائعة. أنا أحب اللعب مع الفرق الرائعة والمدربين الرائعون, وحين أرى اللاعبين في التدريب أشعر بالاطمئنان. عظيم جدا. سؤال حضرتك يخص كلارك, ليه مشي وليه رجع؟ كوس كلارك طبعا الفترة اللي قضاها في المريخ كان في مجلس آخر, ويعني كان عنده إنجازات واضحة جدا خاصة في مع الهلال ومع الأهلي. تقريبا حصلت بعض الميس أندرستاندز بينه وبين المجلس السابق, وهو يعني من نفسه هو من نفسه فكر انه اذا عاد الى 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 المجلس الى مجلس الاداره او الى المريخ في ذلك الوقت ما حيقدم الشيء المطلوب منه, لانه انت عارف العمل الفني عمل متكامل اللي هو الاداره والجهاز الفني واللاعبين, فكان فعلا بعض المشاكل ممكن تأثر على الفريق, وعشان كده هو أخذ إجازة وما رجع تاني. كويس إنه سألتني السؤال ده, يمكن هو شوية يتحسس من الرد عليه, ولكن كان في مضايقات من المجلس السابق, فإن شاء الله يعني في هذه الفترة ده مجلس جديد وطوال جد جدد الثقة فيه وعاده. وأنا متأكد جدا إنه إن شاء الله حيكون في البطولة دي حيكون عنده باع إن شاء الله طويل يوصل لغاية النهاية. عظيم جدا. طيب هسألك سؤال يبدو عام شوية ولكن يخصك بشكل تحديدا, يعني الشغل في القارة الأفريقية بشكل عام, الصعوبات اللي بتواجهك فيه والمميزات اللي انت بتاخدها في العمل في القارة الأفريقية, خاصة ان انت دربت عدد من الفرق في الدوري الإنجليزي او في انجلترا تحديدا. الشيء الصعب هو اللغة أولا, ولكن الكرة لغة عالمية ونستطيع أن نتجاوز ذلك ونتعامل, وهناك الكثير من الأشياء الإيجابية. حين جئت أول مرة إلى الكرة الأفريقية مع المريخ وعملت في السودان, الشعب السوداني يحب كرة القدم ويحب فريق المريخ, وكانت هناك مشاكل مع كوفيد-19 ولم يكن مسموح لنا بالتحرك في الاستاد والتعامل مع الجماهير, كنا نتحرك, كان هناك قيود في الحركة إلى الاستاد وإلى الفندق, ولكننا كنا نرى المشجعين يحتفلون وكنا نرى تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي حين كانت لنا نتيجة مع النادي الأهلي, وكنت أتطلع لأن أكون مدربا لهذا الفريق حين كانت هذه الحشود موجودة, ولكني اتخذت القرار الصعب بالمغادرة, وكان هذا دائما في عقلي حين أنهيت العمل. وكما قال الكابتن عادل,
هناك مجلس مختلف، هناك إدارة مختلفة، هم يؤيدونني ويؤيدون فريقي، وهذا ما أحتاجه، وهذا يسمح لي لأن أدير وأدرب الفريق، ونتمنى أن يؤدي هذا بالنجاح لهذا الفريق وهؤلاء المشجعون. وهناك شغف عام بالكرة في أفريقيا حين أعود إلى إنجلترا، فإنهم يعرفون أعرفهم عن حجم المشجعون وشغفهم بكرة القدم. وأنا أشرح ذلك حين أعود إلى إنجلترا، وهم يندهشون حين أحكي لهم عن هذا الشغف الأفريقي بالكرة، وأنا أقول لهم هذه تجربة رائعة. طيب أستاذ عادل، سؤال حضرتك له علاقة بلاعب في النادي الأهلي اسمه محمد فخري. سمعنا أنه كان في مفاوضات من نادي المريخ لضم لاعب الأهلي الشاب، والمفاوضات توقفت. ليه توقفت؟ هي ما توقفت. احنا في السودان كان فتح السيستم لعشر يوم، مفروض يتفتح السيستم، ولكن كان الاتحاد الدولي سمح لنا بفترة استثنائية من يوم 20 لغاية 31 واحد. تفاوضنا مع النادي الأهلي، وما كان في تفاوض كبير يعني، أخذ وقت يعني، لأنه كان في اتفاق بين رئيس النادي وكابتن الخطيب رئيس النادي وجهنا التقينا بالمسؤولين في النادي الأهلي، ومباشرة يعني خشينا في التفاوض، وما أخذ معنا وقت طويل. الولد وافق، ولكن القوانين وضعت في الاتحاد السوداني في هذه التسجيلات الاستثنائية منعت تسجيل الكابتن محمد، لأنه لازم اللاعب يكون مشطوب من ناديه، مضت عليه فترة بتاع التسجيلات. وكابتن محمد لغاية يعني قبل ما نقعد حتى مع النادي، وبعد ما قعدنا مع النادي الأهلي، كان مشارك ضمن البطولة اللي كانت موجودة في كأس الرابطة. فكان مشارك في كأس الرابطة، وبقى الموضوع مستحيل يعني. لذلك اعتذرنا اليوم، وإن شاء الله لسه هو من اللاعبين الشباب، ولسه مفكرين فيه، وإن شاء الله التعاون الموجود الآن بين رئيس النادي. يعني ممكن يبقى موجود معكم في نهاية الموسم إن شاء الله. ممكن. هل طلبتوا لاعبين آخرين من النادي الأهلي ولا كان فخري بس؟ لا، بس فخري. طلبتوا فخري بس. هسألك على محمد فخري، لاعب النادي الأهلي اللي كان نادي المريخ يفاوضه خلال شهر يناير فترة الانتقالات الماضية، هل شهدتوا عن قرب محمد فخري لاعب الأهلي؟ Yes, رأيت هذا اللاعب، أعجبت بهذا اللاعب، ويمكن أن يمثل نقطة قوة في فريقنا، وهو لاعب تكتيكي جدا ويلعب في موقع أفضله تماما، يمكن أن يصنع أهداف ويحقق ويحرز أهداف بنفسه. سوف نظل أن نراقب موقفه في الأهلي، ولكن حين يكون متاحا أن نلحق هؤلاء اللاعبين يسعدنا أن يكون هناك اتصال بين إدارة الأهلي وإدارة فريقنا، حتى نستطيع أن يكون لدينا مثل هؤلاء اللاعبين. عظيم جدا. Great. انت عندك اول ثلاث مباريات تقريبا في المجموعه، الثلاثه هتلعبهم في القاهره مظبوط؟ نعم. انت بتتكلم في سان داونز، بتتكلم في الهلال، بتتكلم في الاهلي، وبعد كده هتروح السودان تلعب مع الهلال، فانت بتتكلم تقريبا في اربع مباريات. انت يعني الثلاث مباريات اللي انت هيبقى على ملعبك تقريبا، والمباراه الرابعه في ملعب انت عارفه كويس في السودان اكيد، ده امر يسهل مهمه المريخ شويه كبدايه في المجموعه؟ اي فريق عايز يمشي في المنافسه دي للمرحلة البعدة لازم يكون مستعد لمقابلة أي فريق. يعني احنا لو بمجرد ما القرعة انتهينا منها اللاعبين كانوا مبسوطين جدا،
انه احنا وقعنا في هذه المجموعه. ليه؟ يعني كوتش يمكن ذكر هذه النقطه بانه دائما المباريات الكبيره اللاعبين بتاعنا بدوها يعني اعتبار اكثر من باقي المباريات. هذه المجموعه انا بعتبر من احسن المجموعات. واحد، اثنين، كونه نلاقي سان داونز، ممكن تكون انت شفت مباراه سان داونز والهلال. ان شاء الله يعني انا ما داري اصرح لانه الميدان هو الفيصل، فباذن الله ثلاث مباريات الهلال لو ما طلعنا منها ان شاء الله نطلع بسبع نقاط. اول ثلاث مباريات بتتكلم على سان داونز، الهلال والاهلي. نعم. تصريح قوي. The pressure is on. الضغوط تستمر. تصريح صعب عليك ده. ده عايز منك سبعة. لا لأن ثقتي في الجهاز الفني وثقتي في اللاعبين. طبعا. طب أنا هسألك السؤال ده بصيغة أخرى. تأجيل مباراة الأهلي الأولى، فكرة إنك تبدأ مع النادي الأهلي بطل القارة حامل اللقب، إنها تؤجل هذه المواجهة وتبدأ بسان داونز، دي سهلت المهمة نسبيا كبداية؟ لا أعتقد أنه جعل الأمور أسهل، لكنه كان أمر أفضل لأنه يسمح لي أن أستطيع أن أقيم كل فرق المجموعة وأن أعرف من سنلعب معهم. الأمر لن يكون هناك يسر، المباريات كلها صعبة، ولكنه يمنحني فرصة للإعداد، وهذا فرصة لي ولفريقي التقني. ده يخلينا أسألك سؤال بالتبعية، إيه هي نقاط القوة اللي أنت شايفها في النادي الأهلي سواء على مستوى التشكيل أو أسماء اللاعبين أو على طريقة اللعب؟ لديهم الكثير من نقاط القوة، ويمكن أن يقوموا بتشكيلات كثيرة، ويمكن أن يتأرجحوا من بين عدة أنواع مختلفة 3-5-2، ورأيتهم يقومون بتشكيلات مختلفة. هذه هي نقطة قوة، ولديهم الكثير من المهارة لدى اللاعبين، ويتعاملون مع الكرة بأريحية تامة في مواقع مختلفة، ويحققون فرص كثيرة. علمنا ذلك منذ أول مرة لعبنا معهم في الموسم السابق في مرحلة المجموعات، ونفهم أن هناك العديد من نقاط القوة لدى الأهلي. نعتقد أن لدينا، نعرف أن الأهلي أكبر فريق في أفريقيا، ولديه الكثير من اللاعبين الجيدين كما قلت، وعلى لاعبي فريق المريخ أن يحققوا إيجادا. ونعلم النجاح الذي حققه المدرب الخاص بالنادي الأهلي، وهذا يخلق نوعا من التحدي بالنسبة لنا. يجب أن نلعب بشكل جيد ونحسن من أدائنا. عظيم. مين أبرز أسماء في النادي الأهلي اللي أنت بتحب تشوفهم أو أنت مقتنع بموهبتهم وإمكانياتهم كأسماء؟ لن أذكر أسماء لأنني لا أريد أن أحبط اللاعبون الآخرون. كما قلت، هناك الكثير والكثير من اللاعبين الرائعين الذين حين تشاهد الأهلي تستمتع بالمباراة، ولا أريد أن أفوت اسما واحدا. كل اللاعبين جيدين. طيب فندم، هسألك بشكل واضح، حضرتك قلت لي أن المريخ هيصعد مع فريق آخر عن هذه المجموعة، صح كده؟ مين الفريق الآخر؟ أنا أقدر يعني أحدد عن نفسي فرقتي. ايوه عن فرقتي، لان فرقتي انا متاكد منها. جهازي الفني انا متاكد منه. فباقي المجموعه ان شاء الله يكون معنا واحد. وطبعا يعني نادي الغري دائما هو موجود، يعني النادي الاهلي. نعم. ولكن ان شاء الله نصعد سويا باذن الله. انت والنادي الاهلي ان شاء الله. عظيم جدا. لازم أسألك، معايا اسم إنجليزي كبير، لازم أسألك عن محمد صلاح، فخر العرب، فخرنا يعني، فخرنا في مصر هنا. رأيك فيما يقدمه محمد صلاح
خلال الفترات الماضية وتحديدا كمان في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؟ محمد صلاح لاعب استثنائي، هو من أفضل وأحسن لاعبان أو ثلاثة في العالم. هو محل إعجاب من مشجعي ليفربول ومدرب ليفربول يورغن كلوب، والكل في إنجلترا يشاهد محمد صلاح وحتى الفرق المنافسة. هو لاعب رائع، والجميع في ليفربول يتمنى له أن يوقع عقدا جديدا، وحين يلعب للفريق القومي تكون الضغوط أكبر لأنه هو الكابتن الفريق وهو نجم كبير، ويجب أن يؤدي بشكل جيد. وكان لديه إحباط كبير حين فقد المباراة النهائية مع الفريق القومي، كان هذا أمرا صعبا بالنسبة له، ولكنه كان يقف كقائد حقيقي، وهو يستعد للمؤهلات الخاصة بكأس العالم ومباراة السنغال. إنه لاعب مميز ولاعب خاص، هو يبدو رجل خاص تماما، والجميع في كرة القدم الإنجليزية يتمنى له أن يعيد التوقيع لفريق ليفربول. نحن هناك قد يكون هناك الكثير من المشاكل، ولكن الجميل الجميع يحب محمد صلاح. مستر لي كلارك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المقابلة. أشكرك جزيلا أستاذ عادل أبو جريشة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الله يحفظك، شكرا لك، ونتمنى صعود المريخ والأهلي. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، نتمنى ليكم دايما دايما إقامة عظيمة في مصر، في معسكركم في مصر خلال الفترات الماضية أو الفترات القادمة إن شاء الله. دي كانت فقرتنا مع أسماء محترمة من نادي المريخ السوداني، موجودين حاليا بيعسكروا في مصر سعادة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. نروح نشوف لقاء خاص مع الكابتن الكبير نادر السيد حارس مرمى منتخبنا الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق طمية، وبعدها نواصل إن شاء الله. بداية المشوار مع نادي أو مع مركز شباب مش هو ده الأهم، مش الأهم المسمى يعني. الأهم الرغبة والطموح والعمل والمجهود، لأن كرة القدم هي كرة القدم في كل مكان يعني. أنا الحقيقة فضلت أن يكون مشواري بدايته في نادي مش كبير، وفي نفس الوقت بدايتي يكون بدايتي كمدير فني، لأن أنا شايف أن الإدارة الفنية أو كمدير فني مع طبعا بمشاركة الزمايل كلهم والجهاز كله أن احنا بنشترك في القرار، بس في الآخر أنك أنت بتتحمل مسؤولية القرار اللي بتاخد، حتى لو كان مش من خلالك أنت، من خلال حد من الناس زمايلنا اللي بعتز بيهم جدا يعني. فالحقيقة البداية مع نادي طمية شفت قد إيه هم الناس عندها رغبة وعندهم طموح، مش بس الـ الشرط الأساسي إنك أنت يكون عندك موارد مالية كبيرة وإنك أنت عشان تحقق حاجة، بل بالعكس ممكن إنك أنت الأول يكون عندك الرغبة ويكون عندك الطموح. أنا عندك القدرات البشرية، القدرات في الأفكار يعني. مجلس الإدارة الحقيقة الناس متفتحة جدا، وناس عايزة تعمل حاجة رغم قلة الموارد، اللعيبة عندهم طموح، الجهاز الفني عنده رغبة عنده طموح، هو ده اللي بيحقق الفلوس وبيحقق المركز وبيحقق النتائج. فالحقيقة لما لمست الأمور دي كلها، بالإضافة إن أنا بضيف لهم هم يضيفوا لي، فبناء عليه يعني خدنا أول خطوة. مسألة تصنيف، أولا للأسف الناس بتربط ما بين المدرب واللاعب، اللاعب دي موهبة والمدرب موهبة، أكيد إضافة إن يكون المدرب كمان كان لاعب سابق أو كان عنده إنجازات، إنما موهبة المدرب أو الكوتش هي موهبة ملهاش دعوة بموهبة اللاعب. أنا دايما 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 أنا مؤمن بالكلام ده، الكوتش هو أو المدرب هو موهبة وصفات شخصية وأكيد دراسات وهكذا، ودي بتعمل والتجارب اللي أنت بتمر بيها، إنما المدرب هو موهبة أولا، لأن بنشوف كتير من المدربين، مورينيو مثلا على سبيل المثال هو مدرب موهوب ما كانش يلعب كورة، جوارديولا هو مدرب موهوب بس كان لاعب موهوب، فبالتالي بتدي إضافة أكتر وأكبر مع الصفات الشخصية، إنما الموهبة والصفات الشخصية هم الأساس بالنسبة للمدرب. مسألة بقى هو كان بيلعب فين أو بيلعب إيه أو ما كانش بيلعب كرة أصلاً أو كده، دي مش هو ده الأساس، إنما إضافة كبيرة إنك أنت تكون كنت لاعب سابق كويس وكمان مدرب. مسألة التصنيف بقى إن أنت حارس مرمى،
الحقيقه ما هو بقى يبقى المدافع يبقى مدرب مدافعين والمهاجم مدرب مهاجمين ونص ملعب مدرب نص ملعب. فهي في الاخر هي بتبقى موهبتك ككوتش وصفاتك الشخصيه وفي نفس الوقت كمان الدراسات اللي انت بتعملها والمعاشات اللي انا عملتها في الفتره اللي فاتت والرغبه في انك انت بدات المشوار وعايز تنجح في المشوار ده. هو فعلا جديده على مصر يعني اتمنى ما تكونش الاخيره، بالعكس ممكن يكون في حراس مرمى تانيين هيجوا بعديه عندهم الموهبه ده، ممكن يكون يعني جرأتهم او يعني خليتهم انهم يفكروا ليه لا مش لازم يكون. وده حصلت في كل العالم زي ما ذكرت وقلت كيروش، ميشيل بردوم، زوف، بادو الزاكي، كتير من المدربين، سانتوس مدرب توتنهام السابق، كل دول مدربين كانوا حراس مرمى ومدربين كويسين جدا يعني. فأنا مش شايف التصنيف ده هو الأساس يعني. كيروش من علامات التدريب في مصر اللي حصلت الحقيقة يعني قبل، أنا بقول الكلام ده مش النهاردة عشان وصلنا فاينل، إنما أنا بقول الكلام ده من أول يوم. تتفق أو تختلف مع كيروش إنه ما عنده فكر وعنده رؤية وعنده وجهة نظر وعنده إيمان بالحاجة اللي هو بيعملها. ممكن أنت تقتنع أو ما تقتنعش دي بتاعتك، بس في الآخر هو بيقتنع بشيء بيعمله وبيتحمل مسؤوليته. فالحقيقة كتير من المدربين أحترمهم جدا على مرور السنين اللي فاتت القريبة لمنتخب مصر، اعتزمهم جدا، انما في علامات كده في التدريب. في كابتن جوهر الله يرحمه، كابتن حسن شحاته، هيكتور كوبر، وكيروش. وانا طلبت من البدايه خالص ان كيروش لازم يمد العقد بتاعه، هو طبعا في الاول والاخر قرار جهاز مجلس الاداره، بس انا شايف من مصلحه الكره المصريه لان انت وصلت نهائي افريقيا، زي ما نكررش نفس الخطا اللي حصل مع كوبر، ان بعد ما وصلنا نهائي ووصلنا كاس عالم ما جددوش معاه، وانت كان عندك بطوله افريقيا، انت عندك بطوله افريقيا بعد شهور في 2023، عندك مباراه كاس العالم ان شاء الله ربنا وفقنا ونوصل، لا قدر الله ما وصلناش لازم يكمل كيروش عشان بطوله افريقيا اللي جايه اللي في 23، بعد كده نبقى نتكلم بقى. فتبتدي يعني هو بيعمل جيل جديد لمنتخب مصر، بيعمل شخصيه جديده، الصفات الشخصيه بالنسبه للمدرب بتنطبع على شخصيه الفريق، الرؤيه الفنيه للمدرب بتنطبع على الفريق. فانا شايف الحقيقه ان استفيد اكتر استفاده من كيروش. مصر دايما الحقيقه محظوظه بحراس المرمى، وده اللي انا بشوفه حتى من اراء ومن انطباعات كل افريقيا وكل الوطن العربي. يعني احنا لو شفنا مقارنه بالمغرب هتلاقي بادو الزاكي وبعدين فتره طويله قوي وبعد كده ياسين بونو، انما انت مرور الاجيال مش هتكلم يعني بدايه من الثمانينات الكابتن شوبير والكابتن عادل مأمور، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، وبعد كده انا جيت، وبعد كده الحضري اخد، وبعد كده حتى في خلال الحضري كان موجود شيف اكرامي وموجود احمد شناوي، النهارده موجود محمد شناوي معاه ابو جبل، معاه اثنين حراس كمان صغيرين كويسين يعني، وفي حراس تانيين في الدوري يقدروا يكونوا موجود في المنتخب. فانا شايف ان عدد الحراس المرمى الموجودين دايما على مرور الاجيال حراس المرمى ليهم علامه وليهم بصمه وليهم اضافه. مفيش جيل من الاجيال من الثمانينات لغايه النهارده حارس المرمى كان نقطه ضعف بالنسبه للفريق، فده شيء يتحسب لمصر ان والمدربين حراس المرمى اللي في مصر اللي هم مش واخدين حقهم الاعلامي ولا المادي ولا الادبي، رغم مهمين جدا جدا، لان انا شايف ان مدرب حراس المرمى ده يكاد يكون زيه زي المدير الفني، بس للاسف الشديد ما بياخدش نفس المكانه الماديه ولا الادبيه. فحراس المرمى مش مساله مين هيلعب على مين، انما وجود شناوي وجود ابو جبل اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، لانه في الاخر منتخب مصر هو تكليف يعني. في وقت من الاوقات كنت موجود انا والحضري، ففي الاخر مين بيلعب فهو تكليف بالنسبه لنا. فانا شايف ان احنا عندنا حراس مرمى يامنونا ويطمنونا للفتره الجايه والسنين الجايه. ابو جبل من الافضل ليه ان هو يستمر مع الزمالك، لان الزمالك هو اللي صنع اسمه وهو اللي عمله، والزمالك لا يقل اهميه عن الاهلي طبعا، الاهلي نادي كبير جدا وفخر لاي لاعب ان هو يلعب في الاهلي يعني. انما انا شايف ان الافضل ان يكون عندنا حارس مرمى كويس، وعلى لطفي الحقيقه موجود، ومصطفى شوبير موجود، ويعني انا شايف ان في حراس مرمى كويسين في الاهلي يقدروا ان هم مع الشناوي يقدروا يقوموا بالدور. نفس الموضوع في الزمالك، ابو جبل وعواد موجودين، فاعتقد الافضل للكل وافضل للكره المصريه ان ده يحصل. انا ما اعرفش هل ممكن ابو جبل ينتقل ولا لا، ما اعرفش، انما بالنسبه لي انا شخصيا يعني هي مش تكرار تجارب، انما كان كل تجربه او كل موقف وليه شكله يعني. وقتها ما يعني مش عايز اعيد تاني واتكلم، وقتها كان شيء معين وشكل معين وهدف معين، انما دلوقتي هو ابو جبل بيلعب مع منتخب مصر، موجود مع منتخب مصر، فالافضل ان هو يكون موجود. ده رايي المدرب واللاعب. عصام الحضري كحارس مرمى، حارس مرمى كبير عمل انجازات كتيره مع منتخب مصر. المدرب دي مرحله تانية ملهاش دعوه بكونك انت، ممكن ان انت هتستفيد اكيد من خبراتك هتفيدك، انما لو انت مدرب مش كويس وانت كنت لاعب عالمي مش هتبقى مدرب كويس. انما فهي دي نقطه اكيد يعني، لو انا بتكلم بالصوره من بره لان انا مش جوه الموضوع، الصوره من بره اكيد وجود حارس مرمى كبير وعمل انجازات وعنده خبرات كمدرب حارس مرمى اكيد
هتضيف. هل هو بقى الحضري مدرب مدرب جيد او مدرب مش جيد؟ انا الحقيقه ما شفتش ولا يعني ما تابعتش، بس بالتاكيد هيبقى اضافه انه يكون حارس مرمى كويس، وكمان لو هو عنده القدرات والامكانيات النفسيه والفنيه ان هو يكون مدرب كويس، ده اكيد هتبقى اضافه كبيره قوي يعني. انما مساله الاحمال التدريبيه وكذا وكذا يعني انا ما كنتش معاهم في موجود معاهم في في المعسكرات، فما اقدرش احكم بالظبط بصراحه يعني. ما اعرفش الحقيقه موضوع الازازه ده ايه بالظبط يعني الكواليس بتاعته، انما يعني ممكن يكون تحليل فني، بس احنا ما شفناش اللعيبه دي لعبت قبل كده ضربه جزاء. هل التحليل معاييره ايه بالظبط يعني؟ انا بتكلم انا كحارس مرمى سابق بقى، انا بتكلم على حتى لو فرضيه ان انا بتفرج على لعيب لاعب وشاط ضربه جزاء قبل كده ممكن اغيرها تاني يعني، لان في اوقات في لعيبه كتير جدا بتلعب على حركه الجول، فانا ما اعرفش ايه تبعيات الموضوع او ايه كواليس الموضوع، انما انا ما افضلهاش، انا نادر ما افضلهاش يعني. انا لو انا حارس مرمى وجه، فانا لان في الاخر انا بعتمد على معايير معينه وعلى اداء حركي معين بالنسبه للاعب وهو داخل بلعب على كده، لان ممكن يغير جدا يعني. فانا عشان كده ما اقدرش احكم على الموقف، بس انا بتكلم على شخصيا لا يعني. حتى لو جه في بعض الاوقات المدرب يقول لي مثلا اللاعب الفلاني بيشوط ناحيه اليمين، ما اقدرش اقول 100% يعني، حتى ما اقدرش اعتمد على كلامه، لان في الاخر ممكن يغير في الجيم بالتبعيه، مش عشان انا كنت حارس مرمى فهو حارس مرمى، هو حارس مرمى منفصل تمام بقدراته بامكانياته بتفكيره بشخصيته، اكيد في عامل مساعد ان انا بساعده بديله من خبراتي، بس في الاخر لازم هو يجرب يعني. يعني بما ان انا عندي خبرات، لو انا جيت قلت له المفروض تعمل كذا وكذا 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 عشان ما يجيش في الجول، هيجي في الجول برده. فهي النقطه كلها ان انا يعني اكيد بضيف له، اكيد بسنده، انما الحمد لله يعني ربنا يحفظه. هو احمد كمان على المستوى الشخصي انسان محترم قوي وملتزم جدا، مركز، عنده طموح، عنده رغبه يعني، لان انك انت تخرج من الكومفورت زون بتاعك وتروح على بره وانت عندك 18 سنه يعني، واتمنى ما يكونش الاخير، يكون كبدايه كاظهر حارس مرمى يحترف في اوروبا، واتمنى ان يكون في حراس كتير يحترف وهم صغيرين، هيفرق معاهم كتير. انما الخطوه خطوه مهمه جدا، بدايه المشوار هي بدايه مشوار مش تجربه، ان هو يحترف في اوروبا يتعود على الاجواء، لان الكره الاوروبيه مختلفه، لان نجاح اللاعب مش نجاح لاعب داخل الملعب بس، نجاح ملعب مش خارج الملعب، ان انت ازاي بتتكيف مع الاجواء الاوروبيه، مع ثقافات مختلفه، مع ناس مختلفه، مع يعني فكتير من المواقف بنتكلم فيها مع بعض. فانا شايف ان شاء الله احمد بتمنى له كل توفيق، مش لان انا برفض الحقيقه نقطه المقارنات حتى ما بين لاعب ولاعب، ونفس الموضوع هو احمد نادر كحارس مرمى وانا نادر السيد كحارس مرمى، هو عنده ستايله وعنده شخصيته وعنده الكلام ده، فاتمنى له كل التوفيق ان شاء الله.